بالتزامن مع اليوم الوطني للنظافة، دشن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب حملة نظافة شاملة في المدارس والتجمعات السكانية، وبالتعاون والتنسيق مع مكتبي التربية والتعليم والشباب والرياضة. مزيدا من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الجداسي. دشن صندوق النظافة والتحسين هنا بمحافظة مأرب حملة نظافة شاملة تزامنا مع اليوم الوطني للنظافة. بدأت الحملة بمدرسة الميثاق الثانوية النموذجية بحضور وكيل المحافظة عبد الله أحمد الباكري، ومدير عام الشباب والرياضة علي عبد الله حشوان، ومدير مكتب التربية بمديرية المدينة محمد مارش. وأثناء الترشين أكد الباكري على أهمية ودور النظافة المحيطة بالإنسان لتجنيب الكثير من الأمراض والأوبئة. تدشين يوم النظافة الوطني برعاية الأخ المحافظ سلطان بن علي مبخوت العرادة، وتمويل صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بتنسيق مع مكتبي الشباب والرياضة والتربية والتعليم. نشكر جهود الجنود المجهولين عمال النظافة والتحسين، وكذا الإدارة العامة لاهتمامهم بنظافة بيئتنا. فيما أشاد القائمين على صندوق النظافة والتحسين والمشرفين على حملة النظافة الشاملة بين هذه الحملة تمثل أهمية كبيرة لترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية النظافة كسلوك مجتمعي بين الناس. ندشن اليوم حملة النظافة الشاملة في مدارس مديرية المدينة ابتداء من مدرسة الميثاق، ذلك بمناسبة اليوم الوطني للنظافة 12/12. تم في هذا اليوم توزيع عن أدوات النظافة للمدرسة، وإن شاء الله استكمل بقية المدارس في مديرية المدينة. يوم النظافة يمثل بالنسبة لنا يوم عكس الصورة الحقيقية للإنسان، المظهر العام للمدينة، للمدارس، للشوارع. فأي بلد تدخل إليه تنظر وتقيمه من خلال نظافته، نظافة الشوارع، نظافة الأماكن، نظافة المدارس. ها هم شبابنا الرائع اليوم المبدعون ينظفوا مدارسهم وينظفون أحياهم وأمام مدارسهم، ومن أجل بيئة نظيفة ومن أجل مجتمع نظيف وخالي من الأمراض. والنظافة إذا ظهرت في مجتمع فإنما تدل على تقدمه ورقيه، والنظافة هي كذلك من مبدأ ديننا الحنيف حيث أنه حثنا على النظافة. يدشن صندوق النظافة والتحسين حملة النظافة الشاملة بمناسبة اليوم الوطني للنظافة، وبمشاركة مكتب الصحة، مكتب التربية والتعليم، ومكتب الشباب والرياضة. زرنا اليوم مدرسة الميثاق، وسنزور باقي المدارس في المجمع وفي الروضة والمطار. تمثل الحملات الشاملة للنظافة هنا في محافظة مأرب أهمية كبيرة لوقاية المجتمع من الأمراض والأوبئة، وكذلك للحفاظ على النظافة والبيئة المحيطة بالإنسان والفرد والمجتمع. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.